مرحبا بكم في برنامج أخبار كوريا ومصر في أسبوع، ونبدأ بعناوين الأخبار. الأخبار ونبدأ أخبارنا بالسياسة. كوريا الجنوبية تقرر الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي. قررت كوريا الجنوبية الانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة ضخمة تضم 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث تسعى البلاد إلى تنويع محفظتها التصديرية وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. المبعوث النووي الأمريكي يصل إلى سيول لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية. وصل المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية إلى سيول لإجراء محادثات مع نظير الكوري الجنوبي ومسؤولين آخرين حول عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل نظام كيم جونغ أون وإمكانية حدوث استفزازات إضافية. ومن المقرر أن تستمر زيارة السفير سونغ كيم 5 أيام وسط توترات متصاعدة بعد اختبار كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع لسلاح تكتيكي موجه مزعوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ICBM الشهر الماضي. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدأان تدريباتهما المشتركة الرئيسية هذا الأسبوع. قال مسؤولون عسكريون في سيول أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدأان التدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية لفصل الربيع هذا الأسبوع لتعزيز الموقف الدفاعي للحلفاء. كوريا الجنوبية اختبرت بنجاح إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأطلق الجيش الصاروخين مع فاصل زمني بينهما مدته 20 ثانية من غواصة دوسان أن شانغ هو التي تزن 3000 طن في البحر الأصفر، وحلق الصاروخان بحوالي 400 كيلومتر وأصاب الأهداف البحرية المحددة مسبقا. وجاء الاختبار بعد أن نفذت البلاد بنجاح تجربة إطلاق صواريخ باليستية من غواصة في سبتمبر من العام الماضي، لتصبح بذلك الدولة السابعة في العالم التي تمتلك صواريخ باليستية تطلق من الغواصة محلية الصنع. وزير الدفاع يلتقي بسفير غانا لدى كوريا الجنوبية لمناقشة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. قالت وزارة الدفاع أن وزيرها سوهوك اجتمع مع سفيرة غانا لدى كوريا الجنوبية لمناقشة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، وخلال الاجتماع طلب سوهوك حضور نائب وزير الدفاع غانا في حوار سيول الأمني المقرر إجراءه في شهر سبتمبر. وفي الاقتصاد والأعمال والصناعة، شركة سامسونج للصناعات الثقيلة تبيع 4 سفن حفر وسط ارتفاع أسعار النفط. أعلنت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة ثالث أكبر شركة لبناء السفن في العالم حسب حجم الطلبات إنها ستبيع 4 سفن حفر للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. وقالت الشركة في بيان لها إنها تخطط لبيع 4 سفن حفر لصندوق الأسهم الخاص الذي تديره. كوريا الجنوبية والسويد تبحثان تعميق العلاقات الصناعية خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة التعاون الصناعي. قالت وزارة الصناعة في سيول أن نائبي وزيري الصناعة في كوريا الجنوبية والسويد ناقش اليوم سبل تعزيز التعاون بشأن أهداف الانبعاثات الصفرية وقطاعات الصناعة الرئيسية مثل الصناعات الحيوية والرقمية. AA2 وكالة مودز تحافظ على تصنيف لكوريا الجنوبية مع نظرة مستقبلية مستقرة. حافظت وكالة مودز على التصنيف الانتمائي السيادي لكوريا الجنوبية عند المستوى AA2، وهو ثالث أعلى مستوى لدى المؤسسة منذ ديسمبر 2015 عندما رفعته الوكالة من المستوى AA3. وقالت مودز يعتمد التصنيف على توقعات النمو القوي نسبيا مدعوما بهيكل اقتصادي متنوع وتنافسي. كوريا الجنوبية والإمارات وقعا مذكرة تفاهم لدعم دخول الشركات الكورية للإمارات.
قال الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة KBIZ إنه وقع مع وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم لدعم دخول الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة الحجم للإمارات. اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في قطاعي الزراعة الذكية والرعاية الصحية اللذين تتميز بهما الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة. شركة كوريا للبناء السفن تفوز بصفقة بناء ناقلة لـ LNG بقيمة 278 مليار و3 مليون وون. قالت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية KSOE إنها فازت بعقد بقيمة 278 مليار و3 مليون وون لبناء ناقلة للغاز الطبيعي المسال بموجب العقد مع شركة شحن أوروبية. ستقوم شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة الوحدة التابعة لـ KSOE ببناء الناقلة وتسليمها بحلول ديسمبر عام 2025. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 17% في أول 20 يوماً من إبريل، وبلغت صادرات كوريا الجنوبية 36 مليار و3 مليون دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 إبريل مقارنة ب 31 مليار دولار في العام الذي سبقه وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وفي الصحة، مون يعرب عن امتنانه للمواطنين والعاملين في المجال الطبي مع رجوع كوريا للحياة الطبيعية. قال مون في اجتماع لمجلس الوزراء مع الرفع الكامل لقواعد التباعد الاجتماعي استعاد الناس حياتهم اليومية. أشكر بصدق المواطنين والعاملين في المجال الطبي ومجال الوقاية من الأوبئة على تعاونهم. وفي الرياضة، كيم هيو جو تفوز ببطولة LPGA في هاواي. فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية كيم هيو جو البالغة من العمر 27 عام فوزها الخامس ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات LPGA في هاواي بالولايات المتحدة بعد مرور حوالي 11 شهرا من آخر فوز لها. انتهت أخبارنا ولم تنتهي أحداثنا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع مزيد من الأخبار. كان معكم نيفين مصطفى سفيرة مصر وكوريا الرقمية. دمتم في حفظ الله.